بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي طلبة الصف الثاني الثانوي، بعد ما حضراتكم شفتم الشرح بتاع كلمة شود وبتاع كلمة كود بالجملة العمرية، بعد كده تروح رايح على كتاب المواصل تحل لي الأسئلة اللي فيه الأول، حضرتك تحلها مع نفسك الأول، وبعد ما تحلها مع نفسك تروح رايح فين؟ لنطاق إيه؟ بتاع الحل ده، تروح تسمعه الأول وتسمعه كويس، ويكون معاك قلم وتدون ملاحظات برضه، وحاجة هتأكد لك معلومة أو حاجة تكون مش فاهمها كويس تفهمها بإذن الله. تعالوا نبدأ مع بعضنا في كتاب المعاصر، بيج 194 صفحة 194 نمبر 1. He shouldn't space on that wall, it's not safe. يعني يجب ألا يجلس على ذاك الحائط، ليس آمنا. ما احنا عرفنا أن كلمة should تستخدم لإعطاء النصيحة، وبيجي بعدها الفعل فين؟ الله ينور عليك، في المصدر، يبقى ناخد رقم بي 6. نمبر 2، I help mom with the housework. واحنا قلنا برضو أن كلمة should بتستخدم في إيه؟ في طلب النصيحة. يبقى نقول should I help mom، يعني هل يجب ان اساعد امي with the housework، يعني في الايه، في شغل المنزل. نمبر 3، use base plating، that's my suggestion. وقلنا ان كلمه should تستخدم لعمل الاقتراح، وبالتالي ناخد رقم سي، you should اهو plating، that's my suggestion. نمبر 4، I think his base pay for half the goods. goods اللي هي البضائع. that's just an opinion. وقلنا ان كلمه should او ought to الاثنين بيستخدمها في اعطاء الراي، يبقى كلمه should او ought to الاثنين بيستخدموها في ايه؟ في اعطاء الراي، وبالتالي ناخد رقم دي اللي هي بتشملهم هم الاثنين. نمبر 5، come to work earlier tomorrow. فقال له to check preparations for the meeting. احنا قلنا لما نيجي نعمل سؤال نجيب ايه؟ should الفاعل زائد المصدر. طبعا هنا عشان خاطر في اداه استفهام، يبقى نقول اداه استفهام وشد الفاعل، وبالتالي ناخد رقم بي، وكلمة preparations يعني استعداد، وميتنج يعني الاجتماع. تعالوا على ميني تيست 2 نمبر 1، يو شود بي سبيس فور ذا جيستس وين زي الراي. انا قلت حضراتكم ان احنا الافعال الناقصه صفه عامه، لما نيجي نحطها في الاستمرار في المضارع نجيب بعدها بي والفيرب مضاف له اي ان جي. طب هنعرف كده منين؟ يا اما هنلاقي كلمه داله، زي مثلا على سبيل المثال نلاقي مثلا ات ذا مومنت، او نلاقي مثلا كلمه ناو، او فعل يحدث في وقت فعل. تعالوا كده يا جماعه، بينا بيقول ايه في نمبر 1؟ بيقول يو شود بي سبيس فور ذا جيستس وين زي الراي، يعني يجب ان تكون منتظر للضيوف عندما يصلون. فينتظر في وقت يصل، تمام، يبقى ده فعل بيحدث في وقت فعل اهو، يبقى هنقول ايه؟ شود بي ويتنج. اي دونت نمبر 2، اي دونت نو وات يو ار دوينج هير، يو شود سبيس ذا ايميلز ان ذا ان يور اوفيس ات ذس مومنت. At this moment، مش دي دل على الاستمرار؟ يبقى إذا هناخد بي تايبنج اللي رقم بي. نمبر 3، أرين شود هاف سبيس ذا ايميلز. احنا اتفقنا على مبدأ برضو إن الأفعال الناقصة بصفة عامة لما نيجي نحطها في الماضي نجيب بعدها هاف والتصريف الثالث للإيه؟ للفعل. فهنا هنقول التصريف الثالث من إيه؟ من سند سنت اللي رقم بي. نمبر 4، يو سبيس هاف أرايفد أ بيت إيرليير. يعني كان ينبغي عليك ان تصل اكثر تبكيرا. The manager looked annoyed when you entered. فالمدير كان يبدو متضايقا عندما دخلت. هنا يا جماعه زي ما قلت لحضراتكم ان احنا بنستخدم should have plus be be او ought to have plus be be للتعبير عن ايه؟ انه كان ينبغي ان يفعل الشيء ولكنه لم يفعله. فنعلم على رقم دي. نمبر 5، I shouldn't space the present. It wasn't her. خلي بالك انا فهمت من it wasn't here ديت ان سياق الجمله ماضي، يبقى shouldn't ايه؟ كان لا يجب ان تفتح، يبقى have opened اللي رقم ايه؟ رقم سي. نمبر 6، the email shouldn't space by ندى. الايميل كان لا ينبغي ان يفتح عن طريق ندى. it wasn't sent to her، لم يكن مرسل لها. وبرضه فهمت من wasn't ان سياق الجمله كده ماضي، فهناخد رقم ايه؟ shouldn't have been opened. نمبر 7، You shouldn't have shouted at your sister. كان لا ينبغي أن تصيح في أختك. What does this mean؟ ده معناه إيه؟ أنا قلت لك إن shouldn't have plus be be أو oughtn't to have plus be be كان معناها كان لا يجب أن يفعل الشيء ولكنه فعله. يبقى هو فعلا فعل، يبقى ناخد رقم C، You shouted at her. Number 8، You should have driven more carefully. This means you. كان ينبغي عليك أن تسوق بأكثر حرص، يبقى ده معناته إيه؟ ما عملش، يبقى معناته رقم دي، you didn't. Number 9، you shouldn't have wasted your time. كان لا ينبغي أن تضيع وقتك. This means إيه؟ ده معناه إيه؟ فعلا ضيعت، يبقى رقم سي اللي هي did. Number 10، sorry سما،
I shouldn't have shouted at you yesterday. كان لا ينبغي أن أصيح، كان لا ينبغي أن أعلي صوتي عليك بالأمس. The speaker expressed بيعبر عن إيه يا جماعة؟ قلنا هنا لما بنستخدم should have plus be أو shouldn't have plus be بنعبر عن blaming اللي هو اللوم أو الريجريت اللي هو الندم، وبالتالي هناخد رقم A اللي هي regret. Page 197 صفحة 197 number 1 من 3. I found a course at my local college. كوليدج يعني كلية، يعني وجدت منهج دراسي في الكلية المحلية. Where I space train as a teacher، حيث أستطيع، ها يعني كلمة كود قلنا إيه أستطيع، لأن طبعا واحد يا جماعة النصيق يقول له ماضي، طبعا أنا فهمت إنه ماضي منين كلمة found، يبقى ناخد كود اللي رقم C. Number two, I looked all over the house. يعني بصيت في كل مكان في المنزل. But I space find my mobile. ولكني لم أستطيع أن أجد الموبايل بتاعي. إحنا قلنا يا جماعة إن couldn't في حالة النفي بتساوي wasn't أو weren't able to. يعني في النفي مفيش اختلاف بينهم. وبالتالي هنعلم على رقم D. Number three, I space able to solve the mystery. يعني كنت قادر على حل اللغز. It was easy for me to do it. كان من السهل علي ان نعمله. طبعا يا جماعه نقول ايه، فهمت من كلمه واس ان سياق الجمله ماضي، وبالتالي ناخد رقم بي اللي هو واس. نمبر 4، زي سكسيدد ان فيكسينج ذا بروبلم وذ ذا تابلت. زي سكسيد، طبعا سكسيد يا جماعه بيجي بعدها حرف الجر ان، وبيجي بعدها الفعل في ان جي، يبقى ناخد رقم سي، سكسيدد ان فيكسينج ذا بروبلم وذ ذا تابلت. تعالوا معانا على بيج 199 من تيست 4 نمبر 1. His base have gone to the city center. He did what he did say he wanted to go shopping. يعني يا جماعة بيقول ايه، كان باستطاعته، خلي بال حضرتك ان هو ايه، يروح لقلب المدينة. طبعا كان باستطاعته ان يفعل الشيء او كان احتمال حدوث الشيء، ناخد كود هاف والتصريف الثالث للفعل، وبالتالي هناخد رقم بي. نمبر 2، Their plane was delayed and they had to wait 20 hours in the airport. الطائرة تأخرت وكان عليهم أن ينتظروا 20 دقيقة في المطار. فبي قال له إيه؟ They space have been very happy with the airline. يبقى لا يمكن، لا يمكن. وتحديدك احنا قلنا يا جماعة أن كود انتهاء بلس بي بي تستخدم للإيه؟ للتعبير عن استنتاج قوي في الماضي. يبقى كود انتهى بين فيري هابي، يعني لا يمكن يكونوا كانوا ايه سعداء، لانه منتظروا 20 ساعة، يعني وقت طويل جدا. نمبر 3، زي سبيس هاف بين ات ذا كافيه بات اي didnt see them. يعني احتمال ان هم كانوا موجودين في القهوة، واخد بال حضرتك، ولكني لم اراهم، ولكني ايه لم اراهم. احنا قلنا كود هاف بلس بي بي تعبر عن ايه، احتمال حدوث الشيء في الماضي، وبالتالي هنعلم الرقم دي لكود هاف بين. نمبر 4، I traveled by train. يعني أنا سافرت بالقطار. But I space by car. لو أنت فاكر إحنا قلنا أن could have plus be be معناها احتمال حدوث الشيء، أو معناها كان باستطاعته أن يفعل الشيء ولكنه لم يفعله. يعني هو سافر بالقطر وكان باستطاعته أن يسافر بالسيارة، هناخد رقم C اللي could have traveled. نمبر 5، I am glad you survived. يعني أن أنا سعيد أنك على قيد الحياة. You risked your life. انت خاطرت بحياتك. And you وكان من الممكن احتمال حدوث الشيء في الماضي، يبقى نقول could have been killed، يعني كان من الممكن ان ايه، ان تقتل الى رقم C. Page 200 صفحة 200 على apply اهو general exercise number 1. In the past people space on little stories by talking to each other. يعني في الماضي كان الناس باستطاعتهم ان يقولوا القصص فقط عن طريق اخبار بعضهم البعض. يبقى هنا بنتكلم عن الماضي، يبقى نستخدم كود اللي رقم دي. نمبر 2، I should space a face mask in such dusty weather. I have caught a virus. يعني كان يجب ان ارتدي قناعا في مثل هذا الجو المطرب، انا اصبت بفيروس. طبعا يا جماعه كان يجب ان يفعل الشيء ولكنه لم يفعله، يبقى should have والتصريف الثالث، هناخد رقم دي. نمبر 3، I spent the weekend indoors. I spent يعني قضيت نهاية الأسبوع بداخل المنزل. But I spaced to the club. يعني كان باستطاعتي أن أذهب إلى النادي. كان باستطاعتي أن يفعل الشيء ولكنه لم يفعله، يبقى could have والتصريف الثالث اللي رقم C.
نمبر فور، هي واز ترافلينج اول داي يسترداي، يعني هو كان مسافر طوال اليوم بالامس. سو يو سبيس هاف سين هيم ات ورك. واحنا قلنا يا جماعه ان كود انتهاك والتصريف الثالث الفاعل استنتاج قوي في الماضي، يعني معنى الكلام ايه؟ معنى الكلام استحاله ان انت تكون شفته في العمل، يبقى هنقول كود انت اللي رقم دي اخر واحد. نمبر 5، ثانك يو اتس ا فانتاستيك جيفت، اشكرك انها هديه رائعه. بات يو سبيس سو ماتش ماني اون مي، يعني كان لا ينبغي ان تنفق كثيرا من المال علي، كان لا ينبغي ان يفعل الشيء ولكنه فعله، يبقى شودنت هاف بلس بي بي او اوتنت تو هاف بلس بي بي، وبالتالي هنعلم على رقم بي. نمبر 6، هي سبيس بين ال، اي ميت هيم ان ذا جيم يسترداي، يبقى هو مريض ولا لا يمكن يكون مريض؟ انا قابلته بالفعل في الجيم بالامس، لا طبعا لا يمكن يكون مريض، يبقى رقم بي كودنت هاف بين ال. نمبر 7، اي didnt know you were in my city yesterday، انا ما نعرفش ان انت كنت في المدينه بتاعتي بالامس. يو سبيس مي، يا كان ينبغي عليك انك انت تتصل بي، يبقى كان يجب ان يفعل الشيء ولكنه لم يفعله، يبقى هنقول ought to have phoned لرقم دي. نمبر 8، my brother to Cambridge University but he decided to study in Egypt، يعني اخي كان باستطاعته ان يذهب الى جامعه كامبريدج ولكنه قرر ان يدرس في مصر. كان باستطاعته ان يفعل الشيء ولكنه لم يفعله، could have والتصريف الثالث في الفعل رقم بي. نمبر 9، you missed the interview، يعني فاتتك المقابله. You missed earlier، يعني كان يجب ان تاتي اكثر تبكيرا. احنا قلنا كان يجب ان يفعل الشيء ولكنه لم يفعله، يبقى should have come لرقم سي، should have والتصريف الثالث الايه للفعل. نمبر 10، what space yesterday to avoid meeting those people I feel sorry now، يعني ماذا كان يجب ان افعل لكي اتجنب مقابلة هؤلاء الاشخاص انني اشعر بالاسى الان. قلت يا جماعة انه ما يعني نقول كان يجب ان يفعل الشيء، يبقى نقول should have وتصريف ثالث الفعل، وبالتالي هنعلم على رقم بي لان ده ايه سؤال. 11، one day he went for a walk up a mountain and never came back، ولم يعود. His base have fallen over a hole، يعني بيقول يا جماعة احتمال يكون وقع في حفرة، احتمال حدوث الشيء، يبقى كود فهاف وتصرف تلات الفعل اللي رقم سي. 12، I feel terribly sick today، يعني أشعر بالمرض السيء اليوم. I space have eaten fast food yesterday، كان لا ينبغي أن نأكل وجبات سريعة بالأمس. It was a wrong decision، كان قرارا خاطئا، يبقى كان خلي بالك كان يجب أن لا يفعل الشيء ولكنه فعله، يبقى شو انتهاب فلاس بي بي، وبالتالي على الرقم دي. 13، why did you stay at a hotel when you were in Alexandria، يعني لماذا أقمت في فندق عندما كنت في الأسكندرية؟ قال لي use base with your uncle، يعني كان باستطاعتك أن تقيم مع عمك، كان باستطاعته أن يفعل الشيء ولكنه لم يفعله، يبقى كود هاف والتصريف الثالث الفعل، وبالتالي هنعلم على رقم دي. نمبر 14، if I were you، لو كنت مكانك I would work to a plan، يعني سوف أعمل وفقا لخطة. This sentence means use base to a plan، ده معناه إيه؟ معناه أنه يجب أن تعمل وفقا لخطة، لأن if I were you I would بتستخدم لإعطاء النصيحة، وكلمة should بتستخدم لإعطاء النصيحة، وبالتالي هنعلم على رقم C should work. 15، it was raining heavily، يعني كانت تمطر بغزارة. And there weren't any taxis، وما كانش في تاكسي. But in the end في النهاية I space come home safely، يعني كنت قادر على أن أعود إلى البيت بأمان. يبقى هنا كان باستطاعته شيء أو استطاع أن يفعل الشيء ولكن هذا كان بصعوبة، بنستخدم was أو were able to أو managed to أو succeeded in، يبقى نعلم على رقم A اللي was able to. 16، I space have practiced playing the piano last week but I was lazy and now I regret it، نقول كان ينبغي أن أنا أمارس لعب البيانو الأسبوع الماضي ولكنني كنت كسولا والآن أشعر بالندم، يبقى كان يجب أن يفعل الشيء ولكنه لم يفعله، برقم C لا ought to. 17، you space have heard this phone ringing he hasn't got a phone، نقول يا جماعة أنت لا يمكن تكون سمعت تليفونه بيرن، هو اصلا ما معهوش تليفون. احنا قلنا يا جماعه استحاله حدوث الشيء في الماضي، استنتاج قوي في الماضي، بنستخدم ايه استحاله حدوث الشيء، يبقى كود انتهاك وتصريف ثالث الفاعل،
وبالتالي هنعلم على رقم بي. 18 I should have obeyed my mother. يعني كان يجب أن أطيع أمي. The sentence show الجملة دي بتبين إيه؟ بص كان يعني كان يجب أن يفعل الشيء ولكنه لم يفعله. ده بتبين إيه؟ قلنا بتبين الـ blaming أو بتبين الـ regret. يعني قلنا I should have وتصريف ثالث الفعل أو ought to have وتصريف ثالث الفعل أو oughtn't to have وتصريف ثالث الفعل أو ought to have وتصريف ثالث الفعل استخدامهم أساسا إيه يا جماعة؟ البليمينج او الريجريت. فاذا هنعلم على رقم سي اللي هي ريجريت. بيج 217 صفحه 217 من تيست نمبر 1 I spent them to turn the music down as I was trying to sleep. يعني انا قلت لهم ان هم يخفضوا الموسيقى لان انا بحاول انام. ايه هنا يا جماعه فعل الجمله الامريه؟ told طبعا رقم سي رقم بي سوري told اللي رقم ايه رقم بي. نمبر 2 I was recommended a study plan يعني اوصيت ان انا اقيم بستدي بلان. معروف يا جماعه ان الفعل recommended اهو recommended اللي هيجي في المجهول هيجي بعديه ايه؟ هيجي بعديه تو زاد المصدر يبقى to make a study plan. نمبر 3 يو ماست باي مي ذا بريزنت يعني ينبغي انك تشتري لي الهديه. هي بروميسد مي بروميسد يعني وعدني تمام نوت تو فورجيت الا ايه الا ينسى. ليه؟ لان احنا قلنا في الجمله الامريه بنربط بتو او نوت تو. لو كان امرا حسنا يبقى بتو لو امر غير حسن بنوت تو. نمبر 4 ذا اسيستنت تولد مي يعني قالت لي for the shirt over there ان انا ادفع للقميص هناك يبقى to pay اللي رقم C. نمبر 5 the young man asked me for some advice يعني الرجل الشاب طلب مني بعض النصيحه. ما احنا قلنا ask مفعول for اسم ask مفعول for اسم. نمبر 6 the teacher told us to do exercise number 4 يعني المدرس طلب منا ان احنا نعمل التمرين نمبر 4. this shows ده بيبين ايه يا جماعه؟ هو المدرس هيعمل اقتراح هنا ولا هيعمل نصيحه ايجابيه ونصيحه سلبيه؟ لا طبعا ده اوردر يعني ايه يعني امر. طيب تعالوا نعمله كده يا جماعه جنرال نمبر 1 ايمن شود هاف سبيس ذا بروبلم ويز هيز ستاف ستاف اللي هيئه العاملين. يبقى ايمن كان يجب كان ينبغي ان يناقش المشكله مع هيئه العاملين. احنا قلنا شود هاف يجي بعدها ايه الله ينور عليك التصريف الثالث يبقى ديسكاسد لرقم بي وهنا طبعا ايه معناه انه مناقش ومعناه ان في ايه لوم او عتاب. نمبر 2 هي از اوريدي ليت يعني هو بالفعل متاخر. هي شود سبيس ذا ابلز وذ ذا اذر فارمرز اون ذا فيلد ناو يعني كان المفروض عليه ان هو بيقطف التفاح مع الفلاحين الاخرون في الحقل الان. مش في كلمه ناو يا محترم؟ وانا قلت لك لما تلاقي ناو او ات ذا مومنت او فعل بيحدث في وقت فعل دي معناها انك انت تجيب بعد الفعل الناقص ايه رد علي بالله ينور عليك بي والفعل مضاف له ان جي يبقى رقم ايه اللي هي بي بيكينج. نمبر 3 علا went to a health care center اللي هو مركز رعايه صحيه where his base get medical help حيث حصلت على عنايه طبيه. طب انا عايز اسالك سؤال هي وانت هنا مش ماضي؟ اه طبعا ماضي يبقى ايه بره وبي بره فاضل لنا ايه يا سي يا دي هناخد ايه يا محترمين؟ طبعا هناخد سي عشان دي هي المثبته. نمبر 4 we searched the house but we space find the lost keys يعني فتشنا البيت ولكن لم نستطيع ان نجد المفاتيح المفقوده لان احنا عندنا في ان كلمه بط دي بتفيد التناقض يبقى ناخد couldn't اللي رقم A. نمبر 5 you succeed in finding a place to stay يعني هل نجحت في ايجاد مكان للاقامه؟ طبعا يا جماعه ده سؤال وعندنا succeed ده فعل اساسي فبالتالي هنجيب ايه؟ هنجيب did عشان خاطر اصلا يو ما تنفعش تاخد does حتى احنا مش فاهمين انها مضارع ولا ماضي بس كده ولا كده يو ما ينفعش تاخد داز. نمبر 6 يو شود اولويز سبيس يور هاندز بيفور يو ايت مش احنا قلنا يا جماعه ان شود زاد المصدر تستخدم لاعطاء النصيحه شود زاد الايه المصدر برافو عليك برقم بي بوش. نمبر 7 اي دونت نو ويتش سبورت تو تشوز انا مش عارف اي رياضه اختارها فقال له ايه يو سبيس تراي بلاينج تنس اتس ا جريت جيم يعني ينبغي انك انت تحاول تلعب تنس انها لعبه عظيمه يبقى يجب لان احنا قلنا كلمه شود تستخدم لعمل الايه الله ينور عليك لعمل الاقتراح انا بيقترح عليه ان هو يلعب ايه تنس يبقى شود اللي رقم دي. نمبر 8 I think health care
free for everyone. بيقول أعتقد إن الرعاية الصحية ينبغي أن تكون مجانية لكل الإيه؟ لكل الأشخاص. طيب يا جماعة، مش إحنا قلنا إن كلمة شد بتستخدم لإعطاء أو لإبداء الرعي؟ يبقى إذن هنعلم على رقم بي لشد بي. نمبر 9، we should be space mom with the housework now. يعني ينبغي إن إحنا نكون بنساعد أمنا في شغل البيت ناو الآن. قلت لحضرتك لما تلاقي ناو أز مومنت أو فعل بيحدث وقت فعل، معناها تحط بعد الفعل الناقص بي والفعل المضاف له إن جي، وبالتالي هناخد رقم سي اللي هي هيلبينج. نمبر 10، I haven't space able very well recently. يعني لم أكن قادرا على أن أنام جيدا قريبا. طيب ايه اللي هينفع هنا ناخده؟ انا عايز هافنت يجي بعدها الايه؟ يجي بعدها التصريف الثالث. طيب لو خدت رقم ايه هنقول لك فين تو، ولو خدت رقم سي هنقول لك فين تو، ولو خدت رقم دي هنقول لك اساسا كده ازاي هافنت وجاي بعدها ايبل تو على طول غير فعل. يبقى الوحيده اللي تنفع رقم بي هافنت بين ايبل تو. الليفن سبيس يو جيت مي سام شوجر بليز. طلب يا جماعه مهذبة، بقول هل يمكن انت تجيني بعض السكر من فضلك؟ جيب لي بعض السكر. يبقى كود اللي رقم دي 12، I space drive a car until I was 14 then I moved to a farther house so I had to learn. معنى الجملة الأولى، لم أكن قادرا على أن أسوق سيارة حتى بلغت 40 من عمري، ثم عزلت إلى منزل ريفي وكان علي أن أتعلم. يبقى أنا أقول couldn't اللي رقم A، couldn't اللي رقم C. 13، he went by bus but his space have gone in his car. يعني هو ذهب بالأتوبيس ولكن كان باستطاعته أن يذهب في سيارته. وإحنا قلنا يا جماعة أن كود هاف بلس بي بي معناه إيه؟ كان باستطاعته أن يفعل الشيء ولكنه لم يفعله. هناخد رقم بي. 14، mom said we space go out for ice cream after dinner. أمي قالت إن إحنا يعني ممكن إن إحنا نخرج نتناول آيس كريم بعد الإيه؟ العشاء. مش إحنا قلنا يا جماعة كود تستخدم لعمل الإيه؟ الله ينور عليك، لعمل الاقتراح. يبقى ناخد رقم سي. 15، they space go shopping yesterday because the shops were all closed. معنى الجملة، هم لم يستطيعوا أن يذهبوا للتسوق بالأمس لأن كل المحلات كانت مغلقة. هنا الكلام في الماضي صح؟ يبقى ناخد كودنت اللي رقم سي. 16، they space win the match yesterday. يعني استطاعوا أن يفوزوا بالمباراة بالأمس. استطاع أو فلح. يبقى managed to اللي رقم سي. طبعا كلمة able بتاخد تو وسكسيد بتحط الجر ان ومش عدال فعل في ان جي مش موجودين فيها، وكان طبعا دي مضارع اصلا. 17، the prisoner escaping. يعني السجين ها استطاع الهرب. استطاع الهرب مش escaping في ان جي، مش احنا خدنا سكسيد ان او سكسيد ان بيجي بعد الفعل في ان ان جي. يبقى نعلم على رقم دي. 18، my motor bike broke down in the middle of nowhere. يعني بيقول ان الموتوسيكل بتاعه تعطل في منتصف مكان مش محدد. بطلق لي ولكني لحسن الحظ اي سبيس تو فيكس ات، كنت قادر على ان اصلحه. يا جماعه الامر ده كان سهل ولا كان صعب؟ لا ده امر تطلب صعوبه، واحنا قلنا لما يبقى امرا صعب بنستخدم ايه؟ الله ينور عليك واز ايبل اللي رقم دي. 19، اي واز فيلينج سيك يسترداي. يعني كنت اشعر بالمرض بالامس. I space eat anything ولم أستطيع أن أكل شيئا. طبعا يبقى couldn't عشان سياق الجملة إيه؟ في الماضي. 20، my father encouraged me accept that bad offer. أبي شجعني أن لا أقبل، أن لا. احنا قلنا يا جماعة نستخدم تو لو كان أمرا حسنا ونستخدم not تو لو كان أمرا سيئا. يبقى ناخد رقم دي اللي هي not تو accept يعني يقبل that bad offer يعني هذا العرض السيء. 21، the teacher asked the children. يعني المدرس طلب من الأطفال left and right before they crossed the road أن ينظروا يمينا ويسارا قبل ما يعبروا الطريق. يبقى أن ينظروا يبقى إيه؟ الله ينور عليك to look لرقم دي. 22، I ordered her يعني أمرتها to send it that day or it would be too late. يعني أن ترسله في هذا اليوم وإلا سيكون متأخر جدا. طبعا الجملة الأمرية بنربط بتو أو نوتو، فهنا أمر مثبت يبقى تو سيند لرقم سي. 23، the policeman instructed the drivers. يعني رجل الشرطة أرشد السائقون so fast أن لا يسوقوا. يبقى نوتو درايف لرقم بي.
24 اي سبيس بيزابل تو جيت ذا انترنت سيرفيس باك. يعني كنت مضطر لي ادفع الفاتوره حتى احصل على الخدمه. يبقى هاف تو لرقم بي. نمبر 25 هو سبيس بي كايند اند هيلبفول تو اور نيبرز. يعني ينبغي او يجب ان نكون عطوفين ومتعاونين مع جيراننا. يبقى نقول شد لرقم سي. 26 يو سبيس هاف ريتيرند هوم سو ليت. كان لا يجب ان تعود الى البيت متاخرا. يور فازر واز فيوريوس. يعني شديد الغضب. وين يو انترد. يعني عندما دخلت. يبقى شودنت لرقم اي. 27 عمر اوتنت سبيس ذا كيك ات وازنت فور هيم. يعني عمر كان لا يجب ان ياكل الكيكه ما كانتش له. يبقى ايه يا جماعه هناخد رقم سي تو هاف ايتن. 28 ذا كيك شودنت. يعني الكيك كان لا ينبغي. باي عمر ات وازنت فور هيم. كان لا يجب ان تؤكل. يبقى هاف بين ايتن لرقم اي. 29 زي اوت سبيس ات ذا ترافيك لايتس. يعني اشارات المرور. زي وير فايند. فايند يعني تغرب. يبقى ايه يا جماعه تو هاف ستوبد. تو هاف ستوبد يعني كان لا يجب ان يقفوا عند اشارات المرور وتم ايه تم تغريمهم لرقم سي. نمبر 30 شي شود هاف يوزد ذا نايف مور كيرفولي. يعني كان يجب ان تستخدم السكين اكثر حرصا. ذس مينز شي ايه ان ما عملتش كده. شي ديدنت لرقم دي. نمبر 31 اميرا شودنت هاف ايتن مور رايس. يعني أميرة كان لا يجب أن تأكل مزيدا من الأرز. ده معنى إيه؟ إنها فعلا عملت. يبقى this means that she did لرقم C. 32 you should have bought the computer when it is based on sale. يعني كان ينبغي أن تشتري الكمبيوتر عندما كان إيه؟ معروض للبيع. يبقى نقول was لرقم B. 33 I space understand the lesson after you had explained the main points to me. يعني كان باستطاعتي أن أفهم الدرس بعد ما أنت شرحت لي اللي النقاط الرئيسية. يبقى لو قلت كود صح ولو قلت واز أي بلتو صح يبقى نعلم على رقم دي. سيرتي فور هي كود هاف جون زير اون هيز اون إف هي. طب يا جماعة مش إحنا قلنا كود هاف فلاس بي بي أهو. يبقى إذن هيجي بعد إف إيه؟ لازم يجي بعد إف تصريف تاني. طالما هيجي بعد اف تصريف ثالث يبقى نجيب هاد. يبقى هنقول هاد وونتد. يعني الحاله بتاعت اف كده فعل الشرط في تصريف ثالث. جواب الشرط يبقى في تصريف ثالث. فيا ريت تحط لي خط تحت جن اللي هاف جن دي. حط لي خط تحتها كده لقيت تصريف ثالث. يبقى نفتكر الناحيه الثانيه برضه هيبقى فيها تصريف ثالث. 35 اي دونت نو وير احمد از. يعني انا مش عارف احمد فين. هي كود سبيس ذا هورس. يعني في التوقيت ده اهو فعل بيحدث في وقت فعل اهو. هو بيطعم الحصان. يبقى هنا هنجيب بعدها بي والفعل المضاف له ايه اي ان جي. خد قاعده ثابته عن النقصك ان نجيب بعدها بي والفعل اي ان جي لتعبر عن فعل يحدث الان. 36 اي didnt know where احمد واز. يعني اين كان احمد. هي كود سبيس تو فيد ذا هورس. كود هاف جون. لان انت لو خليت بالك يعني قارنت بين الجملتين في 35 بيقول اي dont know. في رقم 36 بيقول اي didnt know. ركز الله يكرمك. 37 I space here when I was young but I can't really remember. بيقول يا جماعه انا احتمال ان انا اكون جيت هنا عندما كنت صغير بس لا استطيع ان اتذكر. قلت لكم احتمال حدوث شيء في الماضي يبقى could have والتصريف الثالث الفعل. وبالتالي هنعلم على رقم بي اللي could have been. 38 I space to the cinema but I decided to watch a film on TV. يعني كان باستطاعتي أن أذهب إلى السينما ولكني قررت أن أشاهد فيلما في التلفزيون. كان باستطاعتي أن يفعل الشيء ولكنه لم يفعله. يبقى كود هاف وتصريف ثالث الفعل. وبالتالي ناخد رقم سي. 39 I saw Ayman in the office that morning but it is based him he was in London that day. يعني بقول يا جماعة أنا اعتقدت أن أنا شفت أيمن في مكتبه ذاك الصباح ولكن لا يمكن يكون هو لأنه كان في لندن في ذلك اليوم. يبقى لا يمكن قلنا استحالة حدوث الشيء في الماضي بنستخدم ايه couldn't have وتصريف ثالث الفعل. وبالتالي ناخد رقم دي couldn't have been. 40 you destroyed the screen. You destroyed يعني حطمت دمرت الشاشة. You space have read the instructions properly. كان ينبغي انك انت تقرأ التعليمات properly يعني بشكل دقيق.
يبقى هناخد كلمة كودنت، لأن إيه يا جماعة؟ بيقول له لا يمكن إنك أنت تكون قرأت التعليمات بشكل سليم. 41 I had my mobile on the bus on my way home. يعني أنا كان معايا الموبايل بتاعي في الأوتوبيس في طريقي إلى البيت. It is based in the office. يبقى لا يمكن أن يكون تورك اللي رقم C اللي couldn't have been left. 42 He suggested that we space the film as it was great. احنا اتفقنا مع بعضين يا جماعه ان سجست وريكومند لو جه بعديهم فاعل بنختار المصدر او شوت زائد المصدر، يبقى اذا هناخد رقم A اللي هي C. 43 ماي بيرنتس سجستد اكسرسايز افري داي. طيب يا جماعه هل هنا في فعل في ING على طول؟ لا، يبقى انا هندور على ايه؟ على ذات مثلا وفعل زائد المصدر، يبقى هو رقم B ذات اي دو. 44 My friends best me to be careful about fast cars when I crossed the busy street. يعني والدي أو صديقي حذرني أن أكون حريصا من السيارات المسرعة عندما عبرت شارعا مزدحما. بوارنت حذرة لرقم C. 45 My father recommended قلنا بيجي بعدها الفعل في ING أو نجيب فاعل والمصدر، يبقى إذن اللي جاب رقم دي ذات I read a book about space technology اللي هي تكنولوجيا الايه الفضاء. 46 You should be helping mom with the housework. يعني ينبغي انك تكون بتساعد الام في شغل المنزل. This means the ايه؟ ده معناه ايه؟ معناه ان من المفترض انك تكون بتساعد الام في شغل البيت. يبقى الاجابه يا جماعه رقم B وار سبوزد to be helping mom with housework. 47 we should be wearing seat belts. يعني ينبغي ان احنا نكون مرتديين احزمه الامان. ده معناه ايه؟ ان احنا مرتديين ولا لسنا مرتديين؟ لا، لسنا مرتديين، وبالتالي الاجابه رقم C but we aren't wearing them. 48 اشرف should have been careful with his money. يعني اشرف كان يجب ان يكون حريصا بماله. What does this mean؟ ده معناه ايه؟ ده معناه ان اي اشرف ما كانش حريص، اللي رقم دي اللي اشرف wasn't careful with his money. 49 which of the following choices is the most accurate. accurate يعني دقيق. to say you find some difficulty winning the race. ان انت وجدت صعوبه في الفوز بالسباق. لو انت متذكر انا قلت لك لما يبقى الشيء انت عملته بس فيه صعوبه بنستخدم ايه؟ بنستخدم was او were able to، أو بنستخدم managed to، أو بنستخدم succeeded in. فهنا يا جماعة عندنا رقم B I was able to win أو I managed to win، يبقى إذن هنعلم على رقم D. 50 which of the following choices is or correct. يعني مين في دولة اللي صحيح. طيب يا جماعة نشوف الأولانية I couldn't win the race، دي برضو صح. I wasn't able to win the race برضو صح، لأن احنا قلنا فيش اختلاف ما بين couldn't wasn't أو weren't able to، بيساوي بعض. لكن I managed دي طبعا دي مثبتة، يبقى إذن هنعلم على رقم دي. طيب تعال نشوف على الجراماتيكال هينتس بيج 224 صفحة 224 نمبر 1. Just your presence يعني حضورك makes us. احنا قلنا ان make دي تيجي بعدها مفعول وبعدين يتاخد المصدر يتاخد صفة، يبقى make بيجي بعدها مفعول وبعدين ناخد المصدر او ناخد صفة، وبالتالي الإجابة هتبقى رقم دي اللي هابي أو فيل هابي. نمبر 2 We were made is based by your presence. وإحنا قلنا يا جماعة لما نبني للمجهول بيحصل بعدها إيه؟ يجي بعدها صفة برضو أو تو زائد المصدر. يعني نقول هابي أو تو فيل هابي، وبالتالي الإجابة هتبقى رقم دي. نمبر 3 I will go out يعني سوف أخرج. You go with me or not. إحنا قلنا لما بنلاقي or دي بناخد إيه؟ بناخد whether اللي رقم بي. Number 4 Mr. Yunus died in 2011 وبعدين حط قامة. لما يحط القامة دي معناها ايه؟ معناها ان في ضمير وصل محذوف وحذفنا verb to be وهنكتفي بالتصريف الثالث للفعل، ويبقى نقوله aged يعني بالغا من العمر 107. Number 5 Mr. Yunus died in 2011 when he، طبعا احنا عارفين يا جماعه ان وين بيجي بعدها فاعل وبعدين واز او وير وبعدين اسم او صفه، فاحنا هنقول واز 107. نمبر 6 مستر يونس دايد ان 2011 ات ذا ايج اوف يعني في سن او في عمر 107. نمبر 7 هير فازر يعني مثل ابيها،
لين و هاز ا سيريس كاركتر، انا شخصيه جاده. They both work hard. يبقى لايك لرقم دي. نمبر 8 هير ماذر، اي هاز لونج هير، هير ماذر از شورت، يعني على عكس امها. اي تمتلك شعرا طويلا وشعر امها قصير، يبقى ان لايك لرقم سي على عكس. نمبر 9 ان ا مانثس تايم، يعني في خلال شهر. طبعا يا جماعه مانث ده هو اسم مفرد هنا، فبنحط ابوستروف اس الملكيه. I'll have paid back your money، يعني هكون سددت لك الفلوس. نمبر 10 there is a 7 متر تول تري ان فرونت اوف اور هاوس، طبعا هنعلم الارقام بي. ايه ديت؟ دي اسمها عباره زمنيه وصفيه، او اللي هي الصفات المركبه اللي هي بتركب، تكون عباره عن ايه وبعدين رقم وبعدين اسم مفرد وصفه ثانيه، لان صفه مركبه. يعني الاسم هنا بيبقى قدامه صفتين، والصفتين دول بيبقى بينهم ايه؟ هايفن. اوعى تحط للصفه حاجه، تاخد الصفه على البلاطه. ليه على البلاطه؟ لانها صفه، صفه ما بتنجمعش. ربنا يوفقكم ويفتح عليكم مغالق الفهم والحفظ، ويجعلكم موفقين ومسددين، انه ولي ذلك.